معنا عبر الهاتف محمد أنعم، مدير المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية. مرحبا بك. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. إذا تواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية انتهاكاتها في الحديدة، وأيضا تتعمد قصف المناطق الآهلة بالسكان، ما الذي تريده الميليشيات برأيك من خلال كل هذه الممارسات؟ بالتأكيد الميليشيات هي مستفيدة من اتفاق ستوكهولم، وكل ما نعملها الآن هي محاولة حرب استنزاف تسعى من خلالها إلى ائتلاف المقاومة المشتركة، لكنها لم تستطيع تعمل أي شيء. تحاول تحدث اشتراكات في المناطق الاستراتيجية مثل الفازة مثل الجاح، إثناء تحقيق تقدم داخل مدينة الحديدة، قصف مدينة حيف، تمارس حرب عصابات، حرب عصابات بمعنى الحقيقي، يعني تهاجم وتحاول ان تحقق انتصارات في هذا الموقع او هذا. لكن اقول لكم استغلت اتفاق اوسكول لاعاده بناء ذاتها بعد ان كانت قد اطلقت هزيمه نكره في الساحل الغربي. لا اعتقد ان الحوثيون سيغامرون في الساحل الغربي، هم يعرفون المقاتلين الذي يقفون امامهم، فهي قوه حقيقيه على الارض ومجهزه تجهيزا كاملا لانحاء اكبر هزيمه. نعم، الاستاذ محمد نعم، مدير المركز الاعلامي للمقاومه الوطنيه، شكرا جزيلا لك.